السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض الريبار من structure. هقول له ريبار، بتظهر لي القائمة دي ريبار شيب براوزر، بختار الشكل اللي أنا عايزه تمام. وممكن أجي هنا أقول له current work plan أو near cover reference أو far cover reference، بختار من هنا نوع الريبار زي ما أنا بختار من هنا. ممكن أختار من هنا بس يمكن دي أحسن لأن هي بتوريني الشكل اللي موجود مش مجرد الاسم بس. انا اقدر اختار وهاجي بقى على اي عمود او اي حاجه محتاجه تسليح وهقول له انا عايز ابدا اسلح. طب هنا مديني ايه؟ سنجل، يعني هرسم مجرد بس ايه ريبار واحد اهوت تمام. ممكن اقول له لا ده انا عايزها فيكسد نمبر، عايز عدد معين، اقول له مثلا 3 تمام. او ممكن اقول له بالسبيس واختار المسافة من كل واحدة، خلي دي مثلا متر، واجي هنا وابدا احط السيخ بتاعي عشان اشوفه هدخل في 3D تمام. هيت طيب انا هنا ما فيش حاجة ظاهرة عندي، اقول له وار فريم هتبدأ الحاجات تظهر معايا تمام. ده اللي احنا قلنا له انا عايز واحدة بس. ده هنا كنت انا قلت له بالسبيس كل متر تحط لي ديخ. هنا انا كنت قايل له 3، فين اللي انا قلت له 3؟ نرجع تاني دوت اللي هو دوت اهو، ادوم 3 1 2 3 تمام. وممكن في اي وقت اجي اعمل سيلكت عليهم واجي هنا ابدا اقول له لا ده انا عايز اغيرهم، انا عايزهم مثلا 4، عايزهم 5 زي ما انا عايز، لا ده انا عايزهم بالماكسيمم سبيس واحدد له المسافة، اقول له مثلا 1500 تمام. وممكن اغير الشيب نفسه الشكل نفسه بأي شكل انا عايزه تمام. وبعد كده ابدأ اظبط فيه زي ما انا عايز، اكبر واصغر زي ما انت عايز تمام. وممكن اقول له انا عايز كفر، فبيقول لي اختار انهي واجهه اللي انت عايزها بيك فيس، فببدا هنا اختار البيك فيس اللي عايزها وهو يبدا يحط لي الكفر بتاعها تمام. فالتسليح سهل. وفي بعض الادوات التانية احنا بنسطبها عشان تدينا قوه في التسليح، زي انا ما كانش مسطبها دلوقتي بس احنا شرحناها قبل كده ان انا ممكن بعض الادوات بتديني ان انا اسلح المبنى كله بضغطه زر واحده او حدد مكان معين، بدل ما اخد مثلا واحد عمود عمود او بدل ما اخد سقف سقف اللي هو بيعمل الريبار الكمية كبيرة تمام. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله احنا مكملين في موضوع الريفت ستراكشر ان شاء الله.